السلام عليكم متابعي بانيي ايموبيلي، وعلى غير العاده جبنا لكم اليوم فيلا خاصه لاصحاب الذوق الرفيع. فيلا جمع علينا ما بين العصري وما بين التقليدي والاصاله المغربيه. اجيو نكتشفوها مجموعين. فيلا بثلاثه ديال لي نيفو، الحيط ديالها كامل مغلف بحجر جايبينو من تازا. اجيو نشوفوا ليا الصالون المغربي. الخشب عندنا كامل ديال الارز، عندنا زليج ماروكان تقليدي، دونك هادي العشاق الصالون التقليدي، وعندنا دي صالون اوروبيا. كاين الحمام في لونطري ديال الفيلا هو هذا. دابا غادي نشوفو لا شومبر، دونك لا شومبر كاملين مجهزين بلا بلاكار ديالهم، و للإضافة السيد مضطر باغي يبيعها بالأساس ديالها بالفراش ديالها بلا ديكو بكلشي. دونك أي شومبر هنايا عندها الحمام ديالها. كيف ما ديجا قلت لكم اي شومبر عندها الحمام ديالها. زائد عندنا هنايا هاد لو دريسينغ هذا كبير فين ديروا الحوايج ديالكم. دابا غادي نشوفوا لو سوسول، دونك فيه كوزينه امريكان ايكيبي كامله بلي بلاكار خشب، دونك عندنا صالا مونجي. اخر حاجه هي لو جاردان، كيف ما كتشوفوا تبارك الله كبيره، كاين لاسباس فين ديروا لا بيسين، راه البحر قريب ب 2 مينوت على هاد الفيلا هادي.